هاي يا بنات، فيديو النهاردة هتكلم فيه عن البرفانات اللي انا جبتها مؤخرا. كم واحد كده كنت جايباهم، حاجات هاي اند يعني براند، وحاجات انا اول مرة اجربها بصراحة. يعني ما اعرفش ايه البراند ده، يمكن هي معروفة وانا ما اعرفش يعني، بس انا قلت اجرب علشان انا الفضول بيكونني. لو انا عرفت ان في حاجة الناس كلها بتتكلم عنها وانا ما شمتهاش او ما جربتهاش، فانا هقول لكم عن رأيي عن كل برفان بصراحة في الفيديو ده. ويلا نبدأ. هبدأ الأول مع البرفانات اللي أنا حباها جدا، وكنت فعلا فعلا قعدت فترة طويلة بجد عايزة أجيبها وأخيرا جبتها. برادا، ده مش أول برفان أجيبه من برادا. كان عندي اللي هو إزازته مستطيلة وعليها لوجو فضي وميتها تحسيها على أخضر، ريحتها نظافة وراقية قوي، بس تحسيها شوية ماتيور شوية، كانت أكبر من سني. أو أنا كنت بشمها بحس إن هي أكبر من سني، هي مش أكبر من سني ولا حاجة، بس هو حاجة في عقلي يعني، بس هي ريحتها حلوة. برادا دي أنا كنت رايحة عشان أجيب البيضة، جبت البينك، أو يمكن أجيب البيضة، يمكن أنا هبلة يعني، ممكن أروح برضه أجرب البيضة. البينك يعني البينك شوية ريحتها روز، أنا ما بحبش الروز، أنا من الناس اللي ما بحبش الورد، ريحة الورد أنا يعني صعب أوي إن أنا أقتنع ببرفان فيه ريحة ورد، بس ده ريحته حلوة يعني، هم شاطرين يعني، مش مخلين التركيز الورد عالي، فأنت تحس إن فيه ريحة نظافة بس فيها سنة ورد. متهيألي كده يعني، بس ريحتها حلوة جدا جدا، وما تنفعش بالليل، تنفع على النهار. أنا بالنسبة لي أستخدمها بالنهار بس، ما أقدرش أستحمل حاجة خفيفة أوي كده بالليل، بس ريحتها بتطول بتضاين. ودي من الحاجات اللي عجبتني فيها ان هي فتره الصيف، على قد انت بتحب الحاجات الفريش والنظافه، بس تحب ان تبقى ريحتك طول الوقت موجوده، مش كل شويه تمسكي برفانك وترشي، عشان بتبقى بعد كده ريحتها بتقلب حاجه وحشه. تاني برفان برادا برضو، بس اللي هي كانت اسمها ابسولو، ما اعرفش اذا كانت دي لما اديشن ولا لا. دي ريحتها اقوى شويه من البينك، حتى البرنت بتاعتها مختلفة. عادة برادا دايما البرنت بتاعتهم بلين كده سادة، يمكن مش متأكدة برضه، بس انا ملاحظتش ان في حاجات برنت كتير عندهم. دي ريحتها سويت، ريحتها هي برادا كلها برفاناتها تحسي فيها نظافة، بس دي شوية سويت اقوى، وممكن دي استخدمها بالليل وممكن استخدمها في الشتاء. حلوة جدا يعني، البنات اللي هي بتحبش الحاجات الناعمة قوي يعني ريحتها بصراحة حلو، جو اهيد وهاتوها بصراحة. دولشي اند جابانا، دي تاني مرة اجيب نفس البارفان، ريحته زيادة عن اللزوم كلاس بجد بجد، برضو من البارفانات اللي انا دايما بتسأل انت حاطة ايه. ريحتها جميلة جدا يعني، انا يمكن تاني مرة او تالت مرة، اللي هي انا دايما بحب احطها في الشتاء. بص انا يعني جبتها من اقل من شهر مثلا، حاجة كده، من شهر مثلا، انا قبل سفريتي بحاجه بسيطه شربتها يعني، ما خدتهاش معايا في السفر، شربتها حلوه قوي قوي. ودي يمكن دي تاني مره او تالت مره اجيب نفس البوتل دي، وجبت دي في الاجازه بتاعتي اللي انا كنت مسافره فيها فتره شهر اواخر 5 و6 اوائل 6. دي شويه اتقل يعني، الاتنين بصراحه ريحتهم قريبين من بعض، بس دي شويه اتقل، وبصراحه ما يتفوتش البارفان ده يعني. اللاين ده من دولشي اند جابانا، هي ودوان دوان برضو انا عندي دايما بجيبها، حلوين قوي قوي قوي، وبجد يعني ممكن تقولي مثلا لو انت عايزه سيجنتشر ليكي البرفان ده حلو حلو جدا. دولشي اند جابانا بلو اللي هي الانتنس، 3 سنين يمكن سنتين حاجه كده، هموت واجيبها، وكل مره اروح في اماكن فيها برفيومز وانساها، ما اعرفش ايه الغباء ده يعني. بس المره دي قلت والله انا جايباها، حتى جبتها من ديوتي فري وانا راجعه. انا شميت الصن وشميت اللي هي البلو العاديه وشميت الجديده، الجديده لذيذه يمكن اجيبها، بس الانتنس حاجه تانية بجد يا بنات. انا مش بحب الحاجات اللي فيها ليمون اصلا، الاصليه بتاعتها فيها ليمون، ريحتها انا ما بحبش الليمون، دي ريحتها نظافه قوي يعني، برادا نظافه بس على صابون، دي نظافه بس على فريش، شويه شويه فيها ليمون شويه يعني هنت كده، بس حلوه جدا جدا، حلوه قوي قوي يعني بجد، تحطيها تحس ان انت فعلا يعني واخده شاور وريحتك نظافه. بص هو غالبا الكولكشن اللي انا جبته المره دي كله بالنظافه، مش عارفه كم مالي، بس بجد حلو قوي بجد، لو عايزين تجيبه من اللاين ده انتنس بجد جميله، وليها حق الناس كلها تتكلم عنها بجد يعني، ما تتفوتش، حلوه جدا للصيف. البرفيوم ده بتهيألي كل الناس اتكلمت عنه، اللي هو بتاع اريانا، معرفش هو كان ديوب لايه بالظبط، بس كل الناس كانت بتتكلم عنه ان هو قد ايه سعره قليل،
بس فعلا ريحته بتطول بتشميها، يعني ريحتها مش حاجة كده تشيب، وفعلا ريحتها حلوة. وبجد انا ما توقعتش ان هي تقعد على هدومي او على جسمي فترة طويلة، يعني انا توقعت ان هي، احنا متعودين على كده الحاجات اللي هي شوية سعرها قليل شوية كده ريحة حلوة هنشمها مثلا نص ساعة بالكتير وتروح، بس دي لا والله بتقعد، ومش محتاجة اقعد طول الوقت افتكر ان انا اعمل ريفرش للبرفان بتاعي عشان اشم طول الوقت. ريحته حلوة جدا، وبرده ريحة فريش، ريحة للصيف مش للشتا خالص يعني. وده حلو للبنات اللي هي الصغننين، والله ولسننا واحنا صغيرين يعني، بس قصدي حلو قوي للبنات اللي هي بتحب الحاجات الخفيفة وشوية سويت. أرماني أوشن برفيوم خفيف برضو فريش، ريحته حلوة جدا لفترة الصيف، مش من الحاجات اللي هي تحطيها تحس ان انتي حاطة حاجة ملفتة اللي هي very sweet او very spicy، حلوة بالنهار بس بالليل نو. بجد خفيفة ولذيذة، ولو انتي بتحبي اللاين ده جو هيد، الزرقاء جميلة، ومش عارفة كان لون ايه تاني برضو، بس انا شميت كذا واحدة، بس الزرقاء اكتر واحدة حلوة. لاكستيان عنده برفانات كتير حلوة، عنده الحاجات اللي هي فيها على ليمون، في على لافندر، في لافندر اي مين، في على ورد. انا قلت لكم انا مش بحب الروز، بس ده مختلف. انا يمكن قلت لكم مش كل البراندز بتعمل الروز بطريقه حلوه واللي هي تبقى مقبوله، في ساعات فعلا بتبقى ريحتها بتقلب كانها بفباف، مش عارفه انتوا تعرفوا البفباف ولا اللي هو بتاع الحشرات. anyway ده حلو جدا 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 وملفت ان هو ريحته هاديه وكلاس. وانا ما جبتش البارفان، انا جبت اللي هو اسمه فريجرانس ووتر، دي حاجه كده خفيفه ممكن تستخدميها حتى في البيت لو انت مش حابه، او رايحه النادي مثلا، رايحه الجيم، مش حاجه زي البارفان بتاعه. البارفان بتاعه اتقل ريحته شويه، ده ريحته خفيفه، حتى ازازته شكلها شيك قوي اصلا. الباكجينج والحاجه بتاعت لوكسان فعلا كلاس يعني، تمنى فيها. ريحتها حلوه جدا، روز ما اعرفش ميكس مع ايه بالظبط، بس هي ريحتها حلوه قوي قوي حتى. نعم بس كده، ده اخر حاجة كنت مفروض ان انا هتكلم عنها في الفيديو ده، وغالبا هتكلم عن الفيديو الجاي عن برضو العطور العربية اللي انا جبتها اخر فترة ورأيي فيها، واشوفكم الفيديو الجاي.